ميدان الشحانية أجمل ميادين الخليج، ونرحب بالجميع هنا في دار آل ثاني الكرام. انطلاقة موفقة لثالث الأشواط، زميلي شجاع العتيبي يتواصل في هذا الشوط. شكرا مطلق العنزي، بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، نسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان السنوي، المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه، مع تحديات هذا اليوم لسن اللقاية لهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة الكرام، مع اندفاعة شوطنا الثالث للقاية الإبكار. المسافة هي 5 كيلومترات، اندفعت الأسماء والشعارات العملاقة والكبيرة الباحثة عن الناموس الغالي في هذا الصباح. أتقدم مع المركز الأول، هنا تتواجد صنف بشعار هجن أم الزبار حمد بن محمد بن علي بن جرحب المري، من يقدم لنا صنف على أول الأسماء وأول المراكز مع هذا الشعار الكبير، هذا الشعار المميز وهذا الإنتاج الفاخر. من يتواجد على أول الأسماء، النقلة والدور إلى المركز الثاني، من تتسلل إلى المركز الأول، هنا غند بشعار هجن الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، من يتواصل مع غند على المركز الأول، من غيرت مع أول الأسماء. المركز الثالث الوصول والاندفاع من ثالث الأسماء، من تتواجد مع المركز الثالث، شعار هجن الشحانية مع انطلاقة هنا وتحديات زحل هجن الشحانية وسالم بن فاران المري الذهبي، من يتواجد مقدما لنا زحل مع ثالث الأسماء. المركز الرابع الوصول من حظ هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري المحنك، من يتواجد مع حظ على المركز الرابع. والمركز الخامس الوصول هنا من قبل عبلة هجن الشحانية أيضا الذهبي سالم بن فاران المري، من يتواصل مع عبلة على المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة الأسماء المتواجدة الحاضرة والمندفعة مع اندفاعة هذا الشوط. العودة مباشرة إلى الصدارة وإلى المركز الأول، هنالك مع غند بشعار هجن الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، من يقدم لنا غند مع المركز الأول مع اندفاعة هذا الشوط. المركز الثاني الوصول من عبلة بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، من يقدم لنا عبلة مع المركز الثاني. والمركز الثالث الوصول في هذه اللحظات من زحل بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، من يقدم لنا زحل ويقدم لنا عبلة مع المركز الثاني والثالث. المركز الرابع الوصول من حظ هجن أم الزبار وعبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري، من يقدم لنا حظ مع المركز الرابع والمركز الخامس. في هذه اللحظات هنا نظرة هجن الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، من يتواصل مع نظرة، ولكن التسلل في هذه اللحظات من الماهر، من غيرت من المركز السادس إلى الخامس إلى الرابع في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية مقدما لنا الماهر. وأيضا الوصول من صنف
هجني أم الزبار وحمد بن محمد بن علي بن جرحة بالداب بن يتواصل مع صنف على المركز الخامس، وأيضا وصلت في هذه اللحظات وغيرت بدورها إلى المركز الرابع. هنا صدمة، هجني أم الزبار وسالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري، ولكن أعود مع المركز الأول. هنالك غيرت مع الصدارة زحل غيرت مع المركز الأول. هنالك بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، من يقدم لنا زحل مع المركز الأول والمركز الثاني. الوصول من غند هجن الشحانية مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، من يتواصل مع غند على المركز الثاني، ولكن صدمة غيرت مع المركز الثاني. هجني أم الزبار وسالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري يقدم لنا صدمة مع المركز الثاني والمركز الرابع. الوصول من عبلة هجن الشحانية وسالم بن فاران المري الذهبي، من يتواجد مع عبلة على المركز الرابع والمركز الخامس. هنالك من تتواجد الماهر مع المركز الخامس هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية المشاغب مقدما لنا الماهر مع المركز الخامس مع لائحة الكيلو متر الأخير. هنالك زحل مع المركز الأول، زحل مع الصدارة ومع الانطلاق الأول، ولكن صدمة غيرت مع المركز الأول، صدمة انطلقت مع الصدارة. هجني أم الزبار وسالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري، روح يا الزعيم من يقدم لنا صدمة مع أول الأسماء، ولكن هنا شعار هجن الشحانية مع عبلة بن فاران يقدم لنا عبلة الذهبي في هذه اللحظات، ولكن الكاملة غيرت مع المركز الأول، الكاملة وعبلة والكاملة، الأمتار الأخيرة ما بين شعار هجن الشحانية وشعار هجن أم الزبار، الكاملة وصدمة والكاملة، الأمتار الأخيرة ما بين الكاملة وما بين صدمة، هجن الشحانية وهجن أم الزبار، وأيضا عبلة تشارك. عبلة مع الأمتار الأخيرة عبلة والكاملة، الكاملة وعبلة، عبلة عبلة عبلة، هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري ترانينا وناموس إلى هجن الشحانية على انتزاع عبلة لناموس هذا الشوط. المركز الثاني الكاملة هجن الشحانية، المركز الثالث صدمة هجن أم الزبار، المركز الرابع الماهر هجن الشحانية، المركز الخامس زحل هجن الشحانية. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام لهجن الشحانية على انتزاع عبلة لناموس هذا الشوط، والذهبي سالم بن فاران المري من قدم لنا عبلة بهذا الأداء الكبير والمميز. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الكبير والمميز في هذا الصباح. التوقيت الزمني توقيت عبلة 7:40 38 جزء من الثانية. تهانينا وناموس إلى هجن الشحانية وإلى الذهبي سالم بن فاران المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني الكاملة هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية من قدم لنا الكاملة 7:40 69 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث صدمة بشعار هجن أم الزبار وسالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري 7:40 78 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. شوطنا القادم والزميل بسام الشمري. شكرا للزميل شجاع العتيبي. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، ورحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات الصباحية الممتعة.